أستاذ مجد، أليست جريمة منظمة فعلاً هذا التعامل مع المرضى في لبنان واحتكار الأدوية وهذا الفساد الكبير في هذا القطاع اليوم؟ كيف يمكن أن نطمئن مرضى السرطان في لبنان؟ إذا تأخرت عليهم الجرعة يعني أنه حالتهم في الشفاء تتأخر وربما يتعرضون لخطر الوفاة. المشكلة الكبيرة أنه الإجرام الفعلي كان بالسياسات الخاطئة واللي أدى ليحصل هيدا الاحتكار وهيدا التهريب اللي عم بصير، وبالتالي ينقطع الدواء من السوق. المشكلة اليوم منا بالثمن الدواء، أكيد في ناس عم تعذب تتلاقيه، ولكن المشكلة الأكبر هي أنه انقطاع تام من الأسواق لهيدا الأدوية. والسبب هو بالدعم والطريقة اللي صار فيها الدعم والطريقة الخاطئة اللي صار فيها الدعم. اليوم دعم الدواء بالشهر بكلف 100 مليون دولار. أنا مش مع شيل الدعم عن الدواء، ولكن كان ممكن نرشد الدعم بطريقة نضل عم ندعم الدواء تنفو هي الأزمة الصحية، ونشيل الدعم تدريجيا عن المحروقات اللي كانت عم تتهرب لسوريا لا تعمل هيدا النشاط الاقتصادي اللي حكينا عنه قبل شوي. دعم المحروقات بكلف 800 مليون دولار بالشهر، دعم الأدوية كان يكلف 100 مليون دولار بالشهر. اليوم ضلينا عم ندعم المحروقات تتخرج من لبنان، إنما دعم الدواء نحن ما دعمناه مثل ما كان لازم. طيب، وهيدا اللي وصلنا لهون.